متابعي قناة ميدسبورت، السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد. كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، وتبقى الأهداف هي ملح المباريات كما يقال. وقد اعتاد نجوم اللعبة إطلاق العنان لأنفسهم عند تسجيل الأهداف، خصوصا الحاسمة منها. فمنهم من يتوجه للكاميرا ويقوم بتوجيه رسالة ما، ومنهم من ينزع قميصه ويركض نحو الجمهور محتفلا بصخب. لكن منذ العقد الماضي أصبح لاعب كرة القدم يفكر مرتين قبل أن يقرر نزع قميصه، لأن قانونا جديدا أقرته الفيفا قد يفسد فرحته بالهدف. إنه قانون البطاقة الصفراء عند خلع اللاعب لقميصه، والذي تم إقراره رسميا قبل 15 سنة من الآن، وتحديدا في عام 2004. ذلك القانون لم يكن يوما ضمن خطط الفيفا لتنفيذه، لكن هناك قصة طريفة بطلها أحد نجوم كرة القدم المعروفين كانت سببا مباشرا في صياغته. فمن هو هذا اللاعب؟ وكيف تسبب في تغيير قوانين اللعبة؟ هذا ما سنتعرف عليه سويا في هذا الفيديو. قبل أن نبدأ هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. بطل هذه القصة هو المهاجم الأوروغوياني دييغو فورلان. خلال فترة تواجده كمهاجم في صفوف مانشستر يونايتد عام 2002، ففي إحدى مباريات النادي الإنجليزي في البريمير ليج ضد ساوثهامبتون، كان فورلان على مقاعد البدلاء، وبحلول الدقيقة 79 دخل كبديل، وكانت النتيجة آنذاك تشير لتعادل إيجابي بهدف لمثله. حينها لم ينتظر فورلان سوى 6 دقائق فقط حتى منح فريقه الأفضلية بتسجيله الهدف الثاني، ولم يستطع بعد ذلك أن يخفي سعادته الغامرة، واحتفل بالهدف عن طريق خلع القميص في لقطة اعتادت جماهير كرة القدم على مشاهدتها، بالأخص عند تسجيل أهداف حاسمة. إذن أين المشكلة؟ وما الجديد في احتفال فورلان الذي أدى لصياغة ذلك القانون المذكور، إذا كان الأمر مألوفا ومعتادا آنذاك؟ حسنا، دعوني أخبركم. المشكلة تمثلت في عدم ارتداء فورلان لقميصه مرة أخرى قبل استئناف اللعب، وبسبب عدم وجود أي قانون يسمح بفرض عقوبة على اللاعب، لم يستطع حكم المباراة فعل أي شيء، وفي نفس الوقت لم يكن هناك الكثير من الوقت للانتظار حتى ينتهي فورلان من احتفاله ويرتدي قميصه بسبب رغبة لاعبي ساوثهامبتون في تعويض فارق الأهداف. فما كان من حكم المباراة إلا أن أطلق صافرته معلناً استئناف أحداث اللقاء، وانضم فورلان لزملائه حاملاً قميصه في يده دون أن يرتديه بعد. الطريف أنه قام بعد ذلك بالمشاركة في اللعب واستخلاص الكرة من أحد لاعبي الفريق الخصم وهو عارٍ حاملاً قميصه بيده، وانتظر أول توقف للكرة ليرتديه مرة أخرى. وبعد انتهاء المباراة تصدرت تلك الواقعة المشهد الكروي، وأدرك مسؤول الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مثل هذه الوقائع قد تعود بالضرر على أجواء كرة القدم ككل، وأنه لا بد من وضع حد لها، فقاموا بصياغة قانون ينص على توقيع عقوبة البطاقة الصفراء على أي لاعب يخلع قميصه أثناء المباراة، غير أن بعض الأصوات طالبت آنذاك باعتبار هذا التصرف تعبيرا طبيعيا عن الفرحة، وتم تعليق العقوبة بشكل مؤقت، لكن اللجنة التنفيذية للفيفا عادت لتقرها بشكل رسمي مرة أخرى في فبراير عام 2004، وصرح المسؤولون آنذاك بأن ذلك القانون تمت صياغته بهدف منع إضاعة الوقت وحث اللاعبين على الاحتفال دون مبالغة، كما أن المستطيل الأخضر لا يمكن أن يصبح مجالاً لتوجيه رسائل شخصية أو سياسية كما يفعل بعض اللاعبين عندما يرتدون قمصانا داخلية تحت قمصانهم الأساسية تحمل رسائل معينة بأهداف متعددة، سواء على الصعيد الشخصي أو لدعم قضايا مختلفة. لكن في الحقيقة فإن ذلك لم يمنع بعض النجوم من فعل ذلك في وقت لاحق. فمثلا رأى أندريس إنيستا أن الحصول على بطاقة صفراء أمام تخليده لذكرى وفاة صديقه لا يساوي شيئا، وفعل ذلك أثناء احتفاله بتسجيل أغلى هدف لإسبانيا بنهائي كأس العالم 2010، بينما احتفل رونالدو في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة برفع قميصه ردا على احتفال غريمه ميسي في كلاسيكو الدوري، إضافة لنجوم عرب ومسلمون خلعوا قمصانهم للكشف عن شعارات داعمة للقضية الفلسطينية وغيرهم الكثير. نختم هذا التقرير بسبب إضافي، حيث زعمت بعض التقارير أن صياغة ذلك القانون كان له أهداف تجارية أيضا، وذلك بعد أن طلبت بعض الشركات الراعية للأندية والمسابقات الكروية من الفيفا أن تضع حدا لظاهرة خلع القمصان، لأنهم يدفعون مبالغ طائلة لوضع إعلاناتهم على قمصان الأندية، ويرون أن الوقت الأمثل لتحقيق أهدافهم التسويقية يكون عند تسجيل اللاعب الهدف،
حيث تتبعه الكاميرات وتظهر الواجهات الإعلانية الخاصة بتلك الشركات بوضوح، وتظل لقطة الاحتفال راسخة في عقل المشاهد والأكثر انتشاراً. وبالتالي فإن خلع اللاعب لقميصه سيحرم تلك الشركات من الاستفادة القصوى من أهم لحظة في المباراة. الفيفا لم تنكر ذلك، لكنها أكدت أنه لم يكن أولوية لديهم ولم يكن السبب الرئيسي لصياغة ذلك القانون، لكنه بالطبع حظي باستحسان شركات الرعاية والإعلان. ويمكنه القول أن المتضرر الوحيد هو لاعب كرة القدم الذي يمكن أن تتأثر مشاركاته مع ناديه أو منتخب بلاده بتلقيه بطاقة صفراء دون أي داعي، أو يمكن أن يتلقى بطاقة صفراء أخرى بنفس المباراة وبالتالي الطرد، كما حدث مع رونالدو في ذهاب السوبر أمام برشلونة قبل قرابة عامين. فما رأيكم أصدقائي بهذا القانون الحديث، وهل تؤيدونه؟ أم أن منح الحرية للاعبين في الاحتفال كما يريدون يضفي متعة أكبر للعبة الأكثر شعبية في العالم؟ إن أعجبك هذا الفيديو من قناة ميد سبورت فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.